السلام عليكم، ان شاء الله كاع تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي سوفلي، يجو خفاف بزاف وبنان. غادي نديرهم بلا فخس تجي بنينه بزاف. الوغ بقاو معايا وتبعوا الفيديو للاخير باش تعرفوا على طريقه التحضير. وهنا بالنسبه للمقادير تاع لاباط، عندي الفرينه، كاس حليب دافي، نصف كاس زيت، مغرف كبيره لاليفي غساش، خميره الخبز، ونص مغرفة كبيرة سكر، وبيض حبة بيض، والصفا احتفظت به غادي نستعمله في الأخير. ألوغ هنا أنا عندي لاليفيغ حبيبات جاية حب كيما راكم تشوفو، وانتوما لا عندكم لاليفيغ تكون بودغ هكذي تجي بودغ، هيا ديرو كاع المكونات مع بعض. دوك نزيد عليها السكر وكاس حليب. ونميلونجي ونخليها نميلونجي حتى تذوب لاليفيغ. هيا ونخليها شويه حتى تتفاعل. فوالا، دروك غادي نزيد عليها نصف كاس زيت. وبياض حبه بيض. ونزيد الملح، انا هنا درت مغرف صغيره ملح. فوالا، دروك نبدا نزيد في الفرينه. الفرينه ندير غير بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه، ما لازمش نديروها يابسه باش يجي باش لي سوفلي يجو خفاف. فوالا، حنا ما نعجنوهاش، غير نلموها وصاي، هذا ما كان بلا ما نعجنوها، ما تحتاجش ندلكوها. شوفوا لازم تكون عجينه كيما هكا تلصق في اليد. ودروك نغطيها ونخليها تخمر. وهنا غادي نوجد لافارس، درت حبه بصل رابيتها مع حبه زروديه مع زوج فصوص ثوم وكميه تاع الزيت، ونقليهم مليح حتى يدبالوا. هيا ونزيد عليهم الفيون داشي، كما تبغي ديرهم بالبو اللي تبغوا ديرهم، غير بلا طوماط والفرماج بالطو كيما تبغوا. ومن بعد زدت عليها لي زيبيس، بابريكا، فلفل اسود، وكمون، والملح، وشويه قزبر، ونخليها تبرد. وهنا بعد ما خمرت لاباط كيما راكم تشوفوا، ندهن يدي بالزيت باش ما تلصقش، هي ما غاديش تلصق باسكو فيها الزيت. ودروك نبدا نخدم فيها، نخدم فيها كريسات صغار هكا، ديبولات صغار كيما هكا. او دروك نبدا نحل فيها، وهنا لازم نحلوها رقيقه. وغادي نديرها في هذا الطابع تاع لي سوفلي. هذا الطابع يساعد بزاف ويجو تاني جو بومبي، والحبه تجي الشكل تاعها شباب، يجو كاع كيف كيف. دروك ندير كميه تاع لافارس في الوسط، ومغصو تاع فخوماج، ونضغط عليها. فوالا، ونقلع لاباط الزايده. فوالا،
فوالا شوفي الشكل كيجي، الشكل تاعها يجي شباب. فوالا نديرها في بلا وزيد نخدم واحد اخرى. فوالا وهنا ما عندكش الطابع تاع السفلي تبغي اي حاجه تكون دائريه كما راكم تشوفوا البنات هكا تقطعوها باي حاجه تكون دائريه. ودي لافاخس في الطرف تاع العجينه وزيد مورسو تاع فرماج نغلقها بهذه الطريقه ونضغط عليها، نضغط عليها مليح باش ما تنتحلش. ندي فورشيت نضغط عليها في الجوانب بالفورشيت كيما هكا فوالا تاني يجي الشكل تاعها شباب. ونخليهم نديرو في بلان خليها ترتاح على الاقل 10 دقائق ولا 15 مينيت هكا، مالزمش طيبوهم ديريكت خلوهم يرتاحو. وبعد ما ارتاحو غادي نطليهم بصفار البيض اللي كنت خليته. فوالا نطلي كاع من الحبات بصفار البيض ونزينهم بالجنجلان ونديرهم في الفرن خليهم يطيب على درجة 180 حتى يتحمروا مليح. وهنا لي سوفلي تاعنا راهو واجدين، شوفو كي يجي الشكل تاعهم يجي شهي. شاهدكم في الجنة حبيباتي، نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. وما تنساوش الجيم، نقولكم ميرسي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. صحة فطوركم، صحة سحوركم، سلام.